نتناقش. أما الآن سننتقل مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع رجل الأعمال السيد مسعد بولس ليرد على ما قد وجه إليه من اتهامات، ولو كانت بعض مبطن والبعض الآخر بالمباشر. أبرزها كان التغريدة التي أطلقها الوزير السابق وئام وهاب، وقال فيها هل مسعد بولس، على فكرة مسعد بولس طبعا يعني بغض النظر عن شخصيته كرجل أعمال وكرجل أعمال لبناني واصل وشهير وله علاقاته وله تاريخه، أيضا يعني نسبت إليه هذه الأمور بسبب علاقة ابنه مايكل بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي علاقة رسمية، يعني يحكى أنه قد يكون صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن هذا الإطار ربما يكون الوزير وهاب اعتبر أن لمسعد بولس علاقة بالعقوبات، أو هل مسعد بولس قريب عائلة ترامب، هو من يقف وراء العقوبات على اللبنانيين الصادرة على واشنطن. وبعدها أيضا أصدر السيد مسعد بولس بيان ردا على قناة المنار، يبدو أن أيضا قناة المنار توجهت بالاتهام إلى مسعد بولس بأنه أيضا كان وراء عملية العقوبات. سنستفسر منه بعد قليل. سيد مسعد بولس أهلا بك في استوديو العرب مباشرة من بيروت، وهو في تواصل استوديو العرب بين بيروت والولايات المتحدة الأمريكية والجاليات العربية المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا أنك أعطيتنا هذا الحق بالرد عبر قناتنا، وأود أن أسمع منك تعليقك على ما نسب إليك. تفضل. مساء الخير استاذ توني، يعطيك العافية. وأول شيء بحب اعتذر منك مجددا على التغيير البسيط بالتوقيت، ما تواخذنا وإن شاء الله يكون في عنا إطلالات مقبلة معك بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. الله يخليك. أنا الحقيقة إنه قبل تغريدة معالي الوزير وئام وهاب بلش الموضوع مع الصحافي غسان سعود على تلفزيون المنار ببرنامج بانوراما، رجع كمان بمقابلة تانية على تلفزيون الميادين، أطلق هالشائعة هيدي يلي هي طبعا يعني جملة من الأكاذيب يلي لا تمت للحقيقة بأي صلة أبدا، ما في منها أي شيء صحيح. حتى المعلومات اللي تفضل فيه نيابية بالكورة عام 2009 والتسمية المرشح، كل هيدي المعلومات غلط، ما في أي شيء منها دقيق أبدا، إلا بما يتعلق بموضوع أنه أنا طبعا كنت من الأسماء المطروحين للانتخابات معهد الأرثوذكسي بالكورة عام 2009. هذا الشيء صحيح، بس كل شيء تاني غير صحيح على الإطلاق. هلا من هون وصلت المعلومه للمعالي الوزير وئام وهاب ونزلها على تويتر وعلى السوشيال ميديا. مجرد ما عرفنا بالموضوع تم الاتصال بالوزير وهاب وتم التواصل بيناتنا، يعني من خلال اصدقاء مشتركين نواب حاليين ونواب تشكرون، واتصلت فيه انا شخصيا وحكيت اول مره انا بحكي معه، ما كان في معرفه سابقه، وتفهم هو الموضوع فورا وحذف التغريده وحذف كمان البوست على باقي السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك. يعني انا هون كمان بتشكره، كان كتير موضوعي وكتير متفهم وحذف فورا. مظبوط، لانه هلا كنت انا عم جرب ارجع جيب التغريده لقيتها محذوفه من عند الوزير وهاب. صح، مجرد الحقيقه ما تواصلت معه ومجرد كمان ما الاصدقاء المشتركين شرحوا له الحقيقه كان متفهم جدا، كثير هالاعتذار وبقدر شهامته يعني، واخذ فورا المبادره بالحزم. هلا في الشيء الثاني اللي بيتعلق بالتيار الوطني الحر،
أنا كنت أكدت كمان من يومين على تلفزيون الام تي في أنه معالي الوزير جبران باسيل هو صديق شخصي وصديق من 15 سنة، مش جديد. وبعده وكمان تم الاتصال فيه وبعده، أنا حكيت بعده لهلا، يعني علاقتك بالوزير باسيل لحد هلا هي علاقة جيدة. لحد هلا علاقة جيدة، في احترام متبادل، وفي شخصية، يعني بغض عن المواقف السياسية أو التيارات السياسية أو التوجه، ولكن هناك مودة وهناك معزة شخصية معه مع الست شون. فأنا الحقيقة حكيت معه امبارح مطولا، كان حديث ممتاز. هو ما كان عنده أي شك أبدا، هو كان سامع هذا الموضوع من قبل البعض. لا شك أنه هذا البعض في منهم يمكن من ضمن يمكن في منهم من ضمن التكتل، أو منهم مستشارين من ضمن هذا أو غيرهم، يعني من المبغضين أو من الأشخاص يعني اللي بيحبوا اصطياد بالماء العكر وغيره. المهم بالضبط بالضبط، هذه كانت محاولة بائسة. فاتفهم هو الموضوع بشكل فوري، يعني بشكل كامل. هو قال لي انه الامور انه الامور هلا توضحت بالنسبه لكم، بالنسبه للوزير باسيل، بالنسبه للجيوش الالكترونيه التابعه للتيار الوطني الحر اللي شاركت ربما بهذه الحمله. لانه اليوم الجيوش الالكترونيه للاسف يعني لما حدا يعطيها عنوان بتفلت، بعدين بيرجعوا للتدقيق اذا كان الخبر مزبوط ولا لا. انا بعرف انه وقتك ضيق استاذ مسعد، لانه عندك التزام، نحن اخذناك من هذا الالتزام، بس طبعا اليوم الكل عم يسأل كيف تلقت عائلة ترامب وأنتم المقربين من العائلة اليوم، يعني ابنك ممكن يكون الصهر صهر العائلة، كيف تلقت خبر بين هلالين فوز الرئيس بايدن بالانتخابات الأمريكية؟ وهل باعتقادك سيسلم الرئيس ترامب البيت الأبيض بكل سهولة أو لا يزال يتمسك بالمعركة حتى النهاية؟ طبعا مثل ما قلت انت، الفوز بين هلالين اكيد، لانه هذا هو ليس هو فوز رسمي ولا نهائي ابدا. هذا الفوز هو فوز معلن من بعض او مرجح من بعض وسائل الاعلام او من معظم وسائل الاعلام في الولايات المتحده، وهي نحن نعرف انه هذه وسائل الاعلام هي يساريه يعني توجه، وهي مناهضة يعني بشكل كامل لسياسات. ولكن الأرقام الأرقام التي صدرت تثبت فوز بايدن على ترامب. لا شك بعض الأرقام يلي مرجحة كمان هم، يعني هي أرقام مبدئية وأولية مرجحة من قبل وسائل الإعلام. هو هون بس للمشاهدين بلبنان الموضوع لازم شوي نوضحه هيك بشكل بثواني. النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية في التحدي بتطلع هالسنة ب 14 ديسمبر، يعني من تاني نهار تنين بشهر ديسمبر هالسنة. بيكون 14 شهر، يعني بعد في تقريبا شهر وشهر ونص أو شهر وشوي لهذا الموضوع. هناك مسار طويل قبل ما تطلع النتيجة الرسمية، ولكن هناك تقليد شائع بالولايات المتحدة أنه هيدي الوسائل الإعلام المينستريم ميديا أو الرئيسية وسي بي اس وان بي سي وغيرهم عندهم هذا ما يسمى هالمكتب يلي بيعطي هالترجيحات، وعندما تكون الصورة يعني عندما تصبح الصورة واضحة انه الارقام ما يسمى الالكتورال فوتس اللي هي الرقم السحري 270 الالكتورال فوت، بس يكون بالنسبة لهم هن للوسائل الاعلام انه مضمون او شبه مضمون، بيعلنوا الفوز
وبيطلع المرشح بيعلن فوزه، بس بيكون المرشح الثاني كمان اتصل فيه وعامل ما يسمى كونسيشن، يعني ما يسمى تهنئة، يعني تهنئة، ولكن النتائج الرسمية في إلى مسار طويل أو تهنئة. نعم. طيب ما يحكى، ما يحكى عن تزوير بما يتعلق، نحن نعرف اليوم في سبع ولايات. نعم، ما يحكى عن تزوير بما يتعلق بما يعرف بالبصمة المائية، بالبصمة المائية لهذا الشيء اللي عم ينكتب وعم يتسوق اليوم، انه تبين انه هناك الملايين من الاصوات مزورة بما يتعلق بهيدي البصمة المائية، هل هيدي أخبار صحيحة ولا هي فيك نيوز عم تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا، هي وجزء كبير منها دقيق كمان. إذا بس بدي أعطيك يعني هيك مثالين على السريع، أول شيء هناك سبع ولايات عليها خلافات، لا، ولم تنتهي الفرز بعد، ولا تم لم تنتهي فيها العد واحتساب الاصوات بعد. من هيدي الخمسه في اثنين بينت النتيجه الاوليه هن ميشيغان وويسكونسن، ومثل ما تفضلت بموضوع ميشيغان وبنسلفانيا هن فيهم التقى فيهم انه في عمليات تزوير منظمه وممنهجه ومبرمجه بشكل هائل جدا، يصل الى عشرات الالاف ومئات الالاف ببعض الاحيان حسب الكاونتي او المقاطعه داخل هودي الولايات. واذا بنشوف من ضمن هودي السبعه هناك ست ولايات الفرق فيهم تحت الواحد بالمئة، بتروح بين الصفر صفر فاصل واحد بالمئة للصفر فاصل ستة بالمئة. بجورجيا صفر فاصل واحد بالمئة. نتيجة أريزونا مثلا يلي هي أول وسيلة إعلامية كانت الفوكس نيوز عطيتها لبايدن، بعد ما طلعت لحد هلا الفارق 13 ألف صوت، وهناك 63 ألف بالإضافة إلى هذا التزوير، وبالإضافة إلى موضوع ما يسمى تبين بميشيغان يلي هو البرنامج الإلكتروني يلي هو مصنع متحدة. كمان في أمور أخرى، مثلا المتوفين تبين أنه هناك عشرات الألاف من يعني المتوفين بهودي، يعني رحنا على الطريقة اللبنانية إذا بدك شوي للحقيقة على الطريقة اللبنانية رحنا على الطريقة اللبنانية. طيب بدي منك بس أستاذ مسعد لأختم معك هذا اللقاء سؤال أخير وهو الأهم، ما يحكى اليوم عن أنه الرئيس ترامب في حال أعلن فوز بايدن سيلجأ إلى ميليشيات مسلحة من جماعته للتمسك بالسلطة وعدم تسليم السلطة، وعم ينزل فيديوهات بفرجونا سيارات ومواكب سيارة وناس مدججة بالسلاح، يقال إنه هودي نوع من الميليشيات اللي عم بيحضرهم رئيس ترامب للانقضاض على بايدن في حال أعلنت النتيجة النهائية لصالحه، هل هذه المعلومات صحيحة ولا كاذبة؟ لا اكيد هيدي كاذبة 100%. وانا الحقيقه تجاوبك على السؤال الاول انه هل سيسلم الحكم في حال لم يفوز، اكيد بس تطلع النتيجه النهائيه الرسميه اللي هي اول مسار لها او اول تاريخ لها هو او موعد هو 14 ديسمبر. اذا 14 ديسمبر كانت النتيجه نهائيه لصالح بايدن طبعا رح يسلم. وليش عم اقول انا اذا ب 14 ديسمبر؟ لانه حتى هي ما بتنتهي هون، في موعد ثاني مهم كثير هو كمان 6 جانوري بالامام الكونغرس، فهناك مسار يعني ما بيسوى نستبق الامور. هلا نحن كلنا بنعرف الظروف يلي من خلال الولايات المتحده والمرشح بايدن استبقوا الامور وهذا الفوز، ولكن هناك مسار. هلا بس اعطيك مثل صغير بموضوع الفارز لانه كمان للمشاهد اللبناني اوقات ما بيعرف بدقه. مثلا بولايه ويسكونسن الفارز ما بينتهي ل 17 نوفمبر. بعد 17 نوفمبر المرشح عنده معهم 24 ساعه تيقدموا طلب لاعاده الفارز، يعني هذا صرنا ب 18 شهر. بس لما تطالب اعاده الفارز تاخذ ما لا يقل عن 10 ايام او اسبوعين،
هيدا بس للعد يعني، بعد ما انتهينا بس حتى من موضوع العد والفرز. نعم. وهلا فتنا بمرحله ما التدقيق يعني. أنا هناك مسار بعد ما فتنا، ما عم نحكي عن الشق القانوني ابدا، بعدنا عم نحكي عن الشق الاداري شق الاصوات. صحيح. الشق القانوني موضوع ثاني وبياخذ مسار طويل. هناك عشرات الدعاوى القانونيه، صح، هناك عشرات الدعاوى بهودي السبع ولايات، واهم ما هو بولايه بنسلفانيا هي الدعوه الان امام المحكمه العليا سوبريم كورت الفيدرالي. اوريدي المحكمه العليا حطت ايد عليها وطلبت، لانه هون عم ينحكى عن اصوات يلي دلت تحتسب بعد تسكير الصناديق، او دلت توصل بعد تسكير الصناديق الساعه 8 المساء نهار الثلاثاء 3 نوفمبر. هيدي بتقلب المعادله بشكل كامل. وهون اجت المحكمة العليا وقالت لهم في هودي الأصوات على جنب واجمعوهم لحالهم، ما تجمعون الإجمالية. بالرغم من هذا القرار من المحكمة العليا، راحت ولاية بنسلفانيا وجمعتهم، أضافت هذا العدد للعدد الإجمالي، وأعلنوا فوز بايدن بالإعلام. فهذا كله يعني هذا كله مسار رح ياخذ أسابيع، ونحن يعني الرئيس ترامب والحملة مطمئنة جدا للشق القانوني بالولايات المتحدة، هي بلد قانون ومؤسسات. وهون الحقيقة برجع للشيء اللي قلته حضرتك من شوية، يعني أنا بهني كل وزراء الداخلية المتعاقبين بلبنان وحتى وسائل الإعلام بلبنان، لأنه اللي شفناهم بهيدي الحملة هالسنة بالولايات المتحدة أكيد أحسن بلبنان، أحسن منه بكتير للحقيقة. ما منا شايفين شيء إلا يمكن بالتسعينات من هيدي الأمور، إنه صناديق بتفوت بعد نص ليل من وبتنقطع الكهرباء، وأوراق بتنشال من هون وبتنحط هون، وأرقام هون يعني كمبيوتر جليتش بغير 6000 صوت بسبب هذا البرنامج الإلكتروني. من رئيس ترامب للمرشح بايدن. يعني أنا بدي أتشكرك أستاذ، ما حدا شايفها أبدا إلا بالبلدين العالمية. الشكر لك أستاذ مسعد بولس، الرجل الأعمال اللبناني ووالد، فينا نقول والد صهر الرئيس ترامب. أكيد 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 أكيد. فأنا بدي أتشكرك وشكرا على هذه المداخلة وعلى وقتك اللي أعطيتنا إياه. فإذا شكرا مرة جديدة. فإذا كما سمعتم وشاهدتم، والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي نفيا قاطعا أي تورط له أو أي علاقة له بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، كما ينفي أن الأمور في أمريكا قد حسمت لصالح الرئيس بايدن، وهم متفائلون جدا كعائلة ترامب وكرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القضاء سيأخذ مجراه ويعيد الأمور إلى نصابها، مما قد يعيد إلى أو قد يعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا لأربعة سنوات أو لأربع سنوات إضافية. ولكنه قال إذا